الحاج ريدي، قيم الورق واقرا. لسه دير اخبار؟ إيه انا قلبي محاوض لاوي، مو لاي شغل ما بكفي. هاي جريدي افيا اخبار، فيها شغل، دور منيح. سيارة موديل 86 ماركة، ما بتعنينا. بدلة زفاف للإيجار، جوزنا. دور بالعمود الثاني. شاب خريج جامعة دمشق سنة 90 اختصاص محاسبة يبحث عن عمل، الاتصال على الرقم 2771. شاب خلص الحبس من كذا سنة وما حدا عم يشغله، يبحث عن عمل شريف أو حي الله. بالصفحة الثانية شفيق، بالصفحة الثانية. شقة سكنية تصلح للوزراء، مو جيرة. بناية على العظم بالقامشلي صار لها زمان. دور تحت. معالجة البدانة والترهلات، شد وتكبير الكريمات، تنحيف، فعالة. مطلوب مسلسلات بدوية يمكن تحويلها إلى فانتازيا. مطلوب مقص دار تبع خياطين يعني. مطلوب معلم حلويات شرقية. مطلوب سكرتيرة ذات مظهر. مطلوب مندوب تاء مربوطة مبيعات. لك هاي مو تاء مربوطة، هاي مندوب أو مندوبة. هاي ما في ولا شغلة تناسبني. شو سمعت أقول لك؟ أنا رح أروح لعند سميرة، قال بدي إياني ضروري كتير. إيه؟ كل خلص أنت، أبتأخر. بطلت. كان بدي أتساعد أنا وياكم لحتى نلاقي عروس لسلفي، بس على هالحالة ما رح يمشي الحال. ومين مسلافيك؟ ما بتعرفي، كان مسافر. طيب لكن ليش بطلتي؟ لأنه حضرة الست إيمان ما بدها، وحضرتك ما بتبشري بالخير. مين تجنازة ولا جوازة؟ أنا ما بحب أتدخل بهيك شغلات بنوب. قلت لها تروح لعند أم شوقي الخطابة بتفرجيها على صور وبتدلها، ما كانت تروح. وهلق سلفك ما شاء الله، أبي أعرف نقي عروس لوحده ولا مثل جوزك أحوال؟ شو؟ أنا جوزي أحوال؟ لكن كيف نقاكي؟ أمي روحي على بيتك، بين المكتوب من عنوان خريطة. لك قعدي. بتلمي لسانك ها؟ هلق ما قلتي لي، ليش أبدك الخطابة أم شفعي؟ أم شوقي مو أم شفعي. بتقصقص هي الخطابة أم شوقي، وخاصة إذا عرفت إنه كان مسافر. قديش يعني؟ تاخذ أكثر من نقوط العروس. لفت من أم جمال هداك اليوم 15,000 ليرة لما لقيت العروس لجمال. قديش؟ 15,000 ورقة؟ ما فشرت عينه؟ أنا بلاقي له عروس لجوزي، قصدي لسلفيك. شو اسمه؟ سميح. سميح؟ شو ما سمحت نفسه منيح؟ منيح؟ إيه؟ إذا أم شوقي بتاخد 15,000 ورقة، أنا باخد 14,000 بس كرمالك. أيمت بتحبي العروس تكون جاهزة؟ ليكي شو عم تحكي؟ هلق انتو شو بدكو؟ أبدكو وحدة تليق بمقامكم بسميح؟ خلص وصلتو، الموضوع عندي. حصلنا على شهادة الإيزو 2000، إننا الأفضل دائما، الغذاء من اختصاصنا، اشتروا معلباتنا وتذوقوا طعمها، إننا الحاصلون على شهادة الجودة إيزو 9001. بشرة سارة، رخصة على جميع الألبسة الداخلية بنسبة 5%، أطفال ونساء فقط. نحن عمرنا الإيزو 9001 الآن بين يدينا، جربونا ولن تخسرونا. إيزو 9001. وبدنا نتجوز على عين وبدنا نعمر بيت جديد. شو جايبة معك الإيزو؟ أبقى تدور، جايت لك شغلي أفي بعدها ولا قبل شغل. شوفي إذا ما كانت مطابقة للمواصفات العالمية للجودة إيزو 9001 لا تقوليها. لك لحظة شوي، شلي هالمزح على جنب وخليك معي. هاي الشغلة أبدا تعب وأبدا حط مصاري وبتجيب مصاري. لسنا الأفضل لكننا الأحسن. قيلك من الحكي وجهز لي حالك. على الإيزو؟ بلا إيزو بلا، رح تخليها تطلع معي ها؟ لسه ما طلعت؟ كلمة تانية بتطلع. أوف، شو بدي؟ مكتب خدمات زواج والربح مضمون والزبون جاهز. نعم. إيزو 9002. إيمان شو يعني إيزو؟ قلة أدب.
بتكفيه، ما بتكفيه. لازمنا لوحة على باب البناية تحت. لا، أنا بقول إنه لازم نوزع لوحات بالحارة كلها. يعني كمان بدون دعاية ما يمشي الحال. إذا سميرة وإيمان قروا، اعتبر إنه نص البلد صار معي خبر. حرام عليك تظلمي المخلوقة. إذا عروس لسلفة لهلا ما قدرت تلاقيه. هذا شيء والنميمة شيء. المهم هلق، من وين بدنا ندبر عرايس؟ ليش مو عرسان؟ البنات هالايام قاتلين حالهم على الجواز اكثر من الشباب. اختي اقول لك شغله، هي شغله معقده كثير كثير بلاها. انا طالع قيم اللوحه. تعال هون اسمعي مني، لك شغله صعبه. خلص شغله صعبه اترك لي اياها. لا ما بقدر، انا حريص على التعاون، وهون حاسس حالي لا بقدر اعاون ولا اتعاون، بعدين بنفقد الايزو. عرفتي كيف؟ اهلا وسهلا، طلباتكم مجابه. تفضلوا تفضلوا، شربوا شربوا شربوا. اهلا وسهلا. اهلا 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 اربع اهلا. تفضل 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 عمي. تفضل. لك رح تجنني هالمخلوقه، كيف بترقص على الطاير؟ ما عم بعرف، تقولي في بعقلها زر بيشتغل وبيعطيها اشاره ما بعرف. لا زر ولا عقل، بكره بتشوف كيف رح تندم وتفشل. لا حبيبتي، هي بعمرها ما ندمت على شغله، وحتى لو ما عاد اجاها حدا بكره بتقلك ايه ما عم لحق طلبات زواج. صح، اذا بدنا نتميز عن كل الخطابات لازم يكون في عنا هيك شغله خاصه فينا. مشان هيك انا راح اعطي شهادات الجوده النوعيه لكل الزباين ايزو نظيره، ولازم نكتب على كل لوحه شغله خاصه فيها هيك مثل تبع الاعلانات. شو بدي اقول لك؟ مثلا مكتب نظيره للزواج الفني، بضاعتنا مكفوله، نظيرة تقدم الأفضل، إلى الزواج إلى الزواج، جربه مرة تستخدمه دوما. شو رأيك؟ والله أنا شهادتي مجروحة بهذا الموضوع. صباح على خير. يا صباح الخير، يا أهلا وسهلا. من مشيتكن عرفتكن عزابية ولازمكن زواج. شرفوا معي، عبوا طلبات زواج. شرف. شو بصير بهي؟ تفضل. بكير عين عمي. لك شو بكير وما بكير؟ هلا الدنيا الصبح، هلا اجراءات وما اجراءات، المسا الزواج. بعدين بيقول لك المثل حبيبي، بيقول لك المثل، الزواج عبكير، جيب اولاد عبكير، بيكبروا معك بيصيروا رفقاتك. فضلوا. لا 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 حبيبي، ما راح نتجوز على هالطريقه، صرنا بالقرن 21. بعد الزواج ما راح تلحق قرون. شو 21 ما 21 حبيبي؟ نحن زواجنا هون على مقاييس الجوده العالميه، اولادكم راح يجوا اذا وقت صغار بجننوا. كيف يعني؟ تفضل. لك كيف يعني؟ شرف. زواج على احدث الطرق، كله على العلم الحديث، عنا كمبيوترات سريه مخبيه، ما بنقبل الجوازه تنعمل هيك حيلا، لا اذا ما كانت مطابقه للمواصفات العالميه للجوده النوعيه ايزو 100%، ما بنقبل. حاسبونا بالله، 100 ليره على الطلب. 100؟ شفت ايش قد رخيص. انا موافق، وهي 100 ليره نعطيهم. شرفي، وكل واحد فيكم بيجيب صورة كيسي جديدة وبالألوان. يلا العناوين تبعكم عنا، بنستدعيكم نحن بعدين. أهلا وسهلا، شرفتوا. أهلا وسهلا. أهلا 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 أهلا، مع السلامة. أهلا تفضل تفضل. أهلا خيتي، أهلا تفضلي. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا، شرفتي يا ميت. هلا أهلا تفضلي تفضلي بعدين تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا أهلين. امري لا تستحي، تفضلي. كنت مارقة من هون وقريت اللوحة. مظبوط. عندك شي شاب ولا صبية حابة تجوزيه؟ حبيبتي موجود، كله موجود، عريسك بأقرب وقت رح تلاقيه ما يدقوا لبابك. عندك بيت ملك؟ ايه البيت باسمي. خلاص اعتبري حالك بشهر العسل. ايدك على 500 ورقة وعبي الطلب. لشو 500؟ رسوم الطلع ولحتى تلاقوا العريس. لا، 500 ورقة هلق، ولما نصير الخطبة في دفعة تانية، وعالدخلي تصفاية الحساب. بس شو العرسان اللي عندنا بيسوا تقلين ذهب، رح يشيلوكي شيل هيك عكفوف الراحة. في واحد
اكثر شيء هو ببالي لك. قال لي يا مدام جاي عبالي عروس هيك شعره اسود مثلك ولابسي اسود باسود مثل الوانك بالضبط، وقال لي بدي اياها ضحوكي وخجولي مثلك. قديش صارت الغله؟ 2500 ورقه. نعم امبارح 1200، اول امبارح 700. يا سلام. وبكره لازم يدوبلو اذا الله راد. شو بدي اقول لك، ضروري ضروري تجيب لي البومات للصور. نحن صور عرسنا ما حطيناهم بألبومات. هذا شغل والشغل لازم يكون مرتب. وبكره بدي قيمه لهالتخيط وحط مكتب محله. وانا وين بدي نام؟ بدرج؟ ولك لا، بنفرش على الارض حتى الله يفرجها وبنفتح مكتب محترم. او قل لك شغلي، بجوز نخلي هالبيت كله مكتب وبناخذ بيت بمحل تاني. هلا امك كانت تشتغل هيك شغله بزمانها؟ ليش بقى؟ لاني لاحظت عندك خبره ما كنت مكتشفها قبل. ايه اسا بدك تكتشف فيي كتير شغلات، انا ظروفي بس هي اللي ساعدتني كمل تعليمي. ايه بس في خبره من امك، انا لهلا متذكر كيف اقنعتني فيكي مع كل كلمه كنتي تحكيها للزباين، ايه نفس المفردات. وما ذكرت لك سيرته للايزو 9002؟ لا لا اي ما قالت لي اياها. شو قالت لك؟ لكن بالله ذكرني، نسياني لعني. طولي بالك، كنت عم بمزح معك، خلاص يعني امك الله يرحمها. اللي صار صار. هيك لكان. شوف شفيق، تعتبر هذا المكتب تسكر، ومن بكره الصبح بتفيق بكير وبتروح تدور على شغل. هذا فوق ماني مساعدك، ما هيكي؟ لك طولي بالك، عم بمزح معك. لحق علي، اصلا انا كذبت عليكي. انا بالزور حتى اقنعتها لامك فيني. نظيره قربي لك، بدي لك شغله جديده كتير، ايزو غير شكل. ابدأ. لك ما بتندمي ها؟ ابدأ. ايزو؟ تعترف بالأول إنه كل مواصفات الإيزو بالعالم كلياته تنطبق علي؟ مع أني ماني فاهمان لهلأ شو معناتها الإيزو. بعترف. شو؟ إيزو. وأنا كمان سامحتك. لا 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 لا. الله يبارك فيكم يا رب. على فكرة هذا سميح سلفي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين. جارنا شفيق الخطابي. ولو كان، أنتوا شايفين في عجقة كتير جوا، لح تضطروا تستنوا شوي. بس على فكرة نحن أخذين دور من قبل. فوت سلفي فوت. مثل ما عم تقلك والله. الحقونا. ان شاء الله الف مبروك لكم وللمكتب ولنا جميعا. شرفوا. انتوا هلا بدكم تعبوا الاستمارات وتكتبوا السي في كاملا ولا تنسوا الصور. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا انسه نجوى. تفضلي 100 ليره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا نديم. تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فريال. اهلا استاذ زهير. اهلا 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 استاذ مازن. اهلا 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 اهلا. أنا جاي لأني ما بحب الزواج التقليدي، وعجبتني الفكرة تبعكم، وبتمنى تكونوا ملتزمين فيها، مو عاملينها بس للدعاية. لا لا لا، هيك زعلتيني منك وزعل منك، ها؟ بعد كل هذا النجاح اللي محققينه بالمكتب، جاي تحكي هذا الحكي؟ لا، على كل حال، أنت مالك غير تجربي بنفسك، بعدين بتحكمي. شوفي، شوفي صورة عريسك بالأول، بعدين حطي شروطك، وتذكري كلامي إمتى؟ الصباحية. ماشي. ليش الميكرة؟ لك يا حبيبي نحن منحط قدهم مدفوعات على الاختصاصيين تبع الجامعات. ليش؟ لأنه بيدرسوا الطلبات، بيطابقوا الإزوات على بعضهم البعض، وبيشوفوا إذا كانوا طابقين ومتفقين منحقق الزواج. فهمت؟ بكل الأحوال مشان تتأكدوا أكثر، بكرة هون في ندوة تحت رعايتي، تعوا كلياتكم ببلاش. ما يهمك بتاتا. تفضل شوف لي هذا. هذا فيه عروسات سبيشال كتير، نحن مسؤولين عنهم ومنتكفل فيهم لأننا متطابقين مع مواصفات الإيزو العالمية تبع مكتبنا، مكتب نظيرة. لحد هلأ ما فهمت، شو هي الإيزو؟ بكرة في ندوة هوني، تحضروها. لك هي ما أحلاها؟ مش قد رقمها؟ 300 300 300 300
300 هاي محجوزه نقو غيرها. شوفي ايه قمر حلوه. شقد رقمها؟ 302. ايه هي من بيت الساح الباوي، اهلها غناية كتير وهي مودرن كتير، بتحب المطالعة وجمع الطوابع والسفر. لا لا شوف غيرها ما بتناسبك هي. ما عجبك الإيزو تبعها؟ صحي انتي. ليش بدو يتصبح على نصيحتي ولا بدو يتصبح على وشها؟ رجال، قلت لكم إيزو يعني إيزو، ما حد يحرجني. شوفي هي. ايه منيحة ما بها شي، شوفي لنا 312. 312 هي هي من بيت القفلات، عيلة متواضعة كتير، كانت مأجلة جوازتها تتخلص دراستها، بعد ما خلصت صاروا العرسان يشوفوها كبيرة ويدوروا على وحدة أصغر مثل العادي. ما تقول هوني إنه مو ضروري يكون العريس غني، المهم الحب والتفاهم وما يكون بخيل. لا هي كويسة كتير. ممتاز. لحظة أقرأ لكم نشرة المعلومات تبع مكتبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قد قلتي لي 312 مهزبي، مسموعياتها منيحة، ما عندها لا طلعات ولا فوتات، بتحب الشعر وبتتمنى تتجوز واحد ابن حلال وعلى خلق. عيوبها بتعرف تعجب فقط لا غير. ايه دخلك وهي شو طلباتها؟ هاي ابدا لا مقدم ولا مأخر. شوفوا ايش قد بتوفر عليكم. حلو. والذهب؟ قال انتو ذوقكم، اما هي بتحب الذهب. لا اختي افتح الله، شلون متواضعة وبتحب الذهب؟ هلق الجماعة مو طالبين لا مقدم ولا مأخر، وقفت على بتحب الذهب؟ اي لا 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 انا موافق. كيف نقدر نشوفها؟ هي تسعير 10,000 ورقة اخر سعر، خالصة مخلصة الله وكيلك وما حد يفصلني. شفتي؟ صارت الست نظيرة تعرف تعمل ندوات ما شاء الله. لك يا ريتها بقيت عن ندوات وبس، شفت الحال اللي صار فيه لحالها مصيبة. قال شو؟ أنا الست نظيرة وراي مسؤوليات أجيال. إما أجا حدا لم الصحافة ولا التلفزيون ولا الفنانة. لا تقلقي هلأ بيشوف بطول. شو استفدنا من هالندوة؟ دعي دعي بلاش. أنا برأيي أجلة. لا ما بصير، هلأ منعمل هاي الندوة تمرين للندوات الجاية. بالندوة الجاية ندعي بقى الصحافة والتلفزيون والفنانين بلاهم. ليش بقى؟ يا أختي وجع راس على الفاضي. تعالي. أعزائي المشاهدين، أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، أيها الحضور الكريم لمكتبنا الكريم، نلتقي في هذا اليوم المميز من تاريخ أمتنا. ليش؟ لكي نناقش كل شيء بيخطر ببالكم أو ببالنا، نناقش كل القضايا السخنة جدا المتعلقة بالزواج، وذلك من أجل تطوير عمل المكتب خطوة ورا خطوة لقدام. وبترككم مع زميلتي بالندوة وشريكتي بالإيزو الزميلة نظيرة. شكرا شكرا زميل شفيق. مين كان قادر يتجوز؟ قلال شيء أفي مصاري وشيء أفي بيت، شيء مملاك لعكيفه وشيء مخلص دراسته وأبد وحدي تقعد بالبيت، شيء بده واحد غني ومليان وشي بده وحدة طويلة ومدعومة، شي بده يتجوز مطربي وشي بده تتجوز رقاص، شي بده اياها بيشبه اسعد فضة وشي بده اياها بتشبه منى واصف. ولكن شو بدي عدلكن تعدلكن شغلي معقدة. شو الحل؟ الحل عند نظيرة الحقيقة، من خلال ابحاثي الكتير اللي عملتها والليالي الطويلة اللي سهرتها
والمراجع اللي جمعتها والاتصالات والاستشارات قدرت أوصل للوصفة يلي بده يحكي لكم عنا زميلي شفيق. تفضل. الإيزو 9002. طبعا راح تسألوني شو هذا الإيزو. انتبهوا للكلام، أنا بقول هو الحب الأعمى اللي بيعتبر وجود الجودة القياسية اللي ما بعد جودة شرط أساسي للنجاح والتوازن الاجتماعي. وبما أنه كاميرا التلفزيون موجودة، هي دعوة لكل الفنانين والفنانات اللي عم بيشوفونا ويسمعونا الآن، واللي عم بيعانوا من اضطرابات زوجية مختلفة لازمها حل. وللعلم مو للدعاية أبداً، اجتنا فاكسات عديدة من العديد من الفنانين والفنانات عم يعلنوا فيها ندمهم على تصغير أعمارهم بلا طعمة. لا، في واحد منهم قد ما زغر حاله رجعوا سحبوه مرة تانية على الجيش. بكل الأحوال الكل عم يطلبوا مساعدتنا بهالخصوص، وبنرجع مرة تانية للإيزو الاجتماعي 9002 مع الزميلة نظيرة. شكرا زميل. الجيل العربي أمانة برقابنا وطموحنا كبير كبير كتير، وبهاي الندوة بدي أعلن عن مفاجأة كنت مخبيتها وأبقى فيني خبيها. الإيزو العربي للزواج العربي 9002 بده يصير أمر واقع على هالأرض من خلال مكتب نظيرة. واللي ما قدروا له جماعة السياسي أنا بدي أقدر له. بدي وحد العرب بشو؟ بالزواج على الإيزو، لحتى يطلع جيل إيزوات موحد بالهوية وبدفتر العيلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الزميلة نظيرة فجرت قنبلة، مو قنبلة، صواريخ حقل ألغام بحاله. هي هي الوحدة العربية، هي هي. خلي كل شباب وبنات الوطن العربي يتعرفوا على بعض بدون حكومات، بدون دول، بدون حدود أبدا. الكل بيلتقوا بكافيتيريا واحدة، بيعشقوا بعض وبيتجوزوا بعض، كله بيحكي مع كله، كله بيتجوز كله، كله مع الوحدة العربية من مكتبنا، مكتب نظيرة. جيل الوحدة العربية، جيل الوحدة العربية، جيل الوحدة العربية، جيل الوحدة العربية. يا أهلنا طول عمرنا، حلمي ضمنا كلنا كلنا، يا حلمنا. الله عيني فرقة بالتلفزيون فرقة، لك لحق مثل عزبين وصاري. أنا من زمان بحب الوحدة العربية، وكنت متأكد إنه بدها تجيب لنا مصاري. ما شاء الله وكان الله مصلي على النبي. وإسا ما جاه النصيب؟ بلا، جاهن كتير بس عم يرفضوا. الله وكيلك لبكوني. كل واحدة منهم عند عقلية خاصة وما عم يعجبها حدا، بدها كل واحد أبدا على كيفه. ولا يهمكن بتاتا، عنا كل الأزواق اللي بتخطر عبالكم. انتو بتعرفوا مكتبنا صار قومي، يعني بتقدروا تختاروا اللهجة اللي بدكم إياها والزي اللي بدكم إياه. عنا الغني، الفقير، الطويل، القصير، السمين، الرفيع، المتعلم، الجاهل، كله عنا منه. وعلى الإيزو العربي 9003. الله يزيدكم من نعيمه. بس بدي أقول لك شغلي، يعني كتير تلبكنا لأجينا على مكتبكم، يا ريت تعملوا شي طريقة هيك تسهلوا الجاية للناس، يعني تسهلوا لنا العنوان. بالله إنك كيسي، وملاحظتك كتير كتير مهمة، وكرمال هالملاحظة المهمة الظريفة اللطيفة بدي جوز لك وحدة مني بلعمولي. Thank you.
أهلا يا أخ أحمد الشيخ. أخت هيام. شو يا هيام؟ عجبك ظهير؟ ما شو بشي. شوفي هذا بضل عندي هون ما بتحكي معه ولا حرف لحتى رد لي خبر نشوف الإيزو تبعه. تفضلي. ظهير غريبة تع 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 تعالون هات بس استمارة شو سري لك وين رايح تعال هون شبعك كل شيء الوصول عجبتك مهضومة شو مهضومة مهضومة شبك مستعجل ما هيك هيك شي شوف نحظره هات ايدك على 1000 ليرة رسم اشتراك عم تاخده 500؟ يا عمي هذا طلب مستعجل بدنا ندرس استماراتكم ونشوف تعادل الايزو بينك وبينه هات لشوف تفضل اهلا بالصحافة اهلا تفضلي ارتاحي شوي بس تخلص هالورقة اس او اس شو يعني؟ تعرفي شو يعني؟ ايه اس او اس كرة الأطفال. لحظة شوي. صرف مبلغ فوري لدعم اس او او اس. اهلا وسهلا فيك. تفضلي. شو بقدر اخدمك؟ الحقيقة عنا رغبة نتعرف على تجربتكم ونفرض عدد من الصفحات لدراسة هالظاهرة ضمن اطار مجلتنا. افرضي حبيبتي افرضي. افرضي قد ابدك. متزوجة ولا مخطوبة؟ مخطوبة من سنتين. سنتين؟ لا يا ماما لا. لا يا حبيبتي أنا مسهر طول الليل وأدرس وجمع استمارات وسا في عندي أولاد مثلك مثل القمر عندي المشكلة. لا 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 أنا لا يمكن خليك تعملي مقابلة صحفية بتاتا. ليش؟ خدي خدي تقلك مسكي حبيبتي مسكي عبيلي هالطلب مسكي وهي القلم مسكي. قلتلك مخطوبة. لك هلق أي أحسن لك تكوني مخطوبة ولا مخطوبة وخاطبة؟ يلا حبيبتي يلا عبيلي هالطلب يلا ولا يهمك. شو بدي قلك في كتير هيك من رفقاتك ناطرين هالزمان. في والمكتب القومي للزواج والعيلة العربية جديدة والإيزو العربي 9003 وامكن نظيرة يلي دايرة على سترتكم هدول كلياتين مين بدو يوقف معين إذا أنتو الفهمانين المثقفين وتعاونتوا معنا. يلا حبيبتي يلا عبي الطلب وهاتي 1000 ليرة تبرع للجمعيات السكنية تبع مكتبنا. عندي 3 سؤال. قريت هي تبع الإيزو تبعكم قلت لحالي اللي جرب الرابعة توكلوا على الله وفرجوا لنا العروس. هاي عم سجل لك الطلب يا عم وبعد ما يندرس طلبك منشوف كيف نلاقي لك مقياس جودة يناسبك. هلأ أنت قديش بتعمل بالتنكة؟ عفوا قصدي قديش عندك أولاد؟ 14 الله يخلي لك أولادة. أنت عم تلاقي طعميهم؟ الكبار بيشتغلوا وبطعموا الصغار. عم بتعلمهم؟ كل واحد عمل موكار على الصغار لكم معقول يترك لك ياهم بلا علم؟ وين العروس تبع الإيزو؟ شو مواصفات العروس اللي بدك اياها؟ هات لي شوف. صبية كل سنة تحت 25 لك عليها 10,000 ليرة. 10,000 ليرة؟ دبرها بكره نسوان يعتق مش متوفية. أهم مشكلة مع شبابنا وبناتنا هي مشكلة المصاري وأنتوا أكثر ناس بتعرفوا هالشيء. قلنا نحن شو سوينا؟ سوينا صندوق لدعم الزواج القومي. اكتبي هاي مهمة كتير. شو يعني هالحكي؟ يعني كل واحد مقتدر بيجي بيحط مصاري بهالصندوق منقوم نحن بدورنا منساعد هالشباب اللي ما قادر يتجوز. يعني المصاري عم تاخدوها رسوم طلبات والدفع على الخطبة والدفع على الدخلة كمان عم تصرفوها على الجيل؟ لا الحقيقة مو كلي في شيء ما نحطه احتياط أمان للجيل اللي بده يجي بعدين. طب بدي أسألك سؤال عم يصير شيء مشاكل أو فوضى ببعض الزيجات أو التعارف أو غيره؟ أعوذ بالله من الحكي كلنا بعاملين مثل ولادي وحريصة عليهم وعم استقبلين كتير 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 وقفي معه في بين اثنين قبل ما يكون كل شيء قانوني. سجليها هي كتير مهمة قانوني وتحت مراقبة المكتب. طب عندكم شي مشاريع جديدة أو أفكار لتطوير المكتب؟ أوروبا وأمريكا ما يستشيرونا بكتير شغلات واليابان والصين كمان. الصين إلك ونحن عطيناهن حل لمشكلة الخلفة عندي. مو شايفة انك عم تعطي لحالك وللمكتب حجم زيادة عن اللزوم؟ ها بدي اسألك سؤال بسيط بسيط كتير
هلق الحضارة من وين بلشت؟ مو من عنا؟ ايه انا ماني مزيد شي عن اللي ما تقولوه، بقى روحي شوفي مين ما يحكي زيادة عن حجمه، نحنا اما انتو. اخ اخ، عم تقص مصاري مثل المنشار. لا والأكا من هيك معتبرينا الام الحنون كمان، هو بكرة بيعملوها قديسة. تعالوا هون كمان، تعالي شوفي شو مسبحة. شوف ارجيني شوف. قايلة عن حالها انه هي مثل الصفحة الناسعة، واقل شي لازم يقارنوا بينها وبين الاميرة ديانا ليشوفوا كفة الميزان لوين بترجع. طيب ونحنا كل اللي هي فيه نحنا سببه؟ ها لك الله لا يسامحها، سبقت من سلفي 10,000 ليرة وبدون مفاصلة، ولحد هلا شو بتقول؟ بتقول مشان الزواج القومي. سميرة ليش نحنا ما بنعمل مثلها؟ كيف؟ بيتك مواجه بيتها، بنفتحوا مكتب زواج وبنلطش للزباين. اه زوجك بيوافق؟ انتي بتقدري تلطشي الزباين؟ شو رأيك نعمل كافتيريا بالصالون؟ شو هاد؟ احسبها معي، منه منبيع شاي وقهوي واللذي منه، ومنه منعمل جو حلو، ومنه منخلي الزباين يشوفوا بعضين تحت مراقبتنا. دجاجة الدنيا، لا في مين يضيف ولا في مين يخدم. انت قول ايه وانا بلاقي حل. ايه ما عنا لا كراسي ولا طاولات، منين نجيبهم؟ منفتح صندوق دعم الزواج القومي ومنشترق. طب كيف يشير المشروع؟ ما بنخسر المصاري؟ منبيع الطاولات. ايه والله مزبوط، بس بتعرفي هي لازم نلاقي لها اسم مخصوص غير اسم المكتب يعني. كافتيريا اللقاء. ما بيناسب مشروع الزواج القومي يا نظيرة، اتركي لي اياها. انا بكره بجيب كم جريدة بقراهم هيك من الصعبين، بنقي كم مفردة هيك وبلاقي اسم. طب شو رأيك نسميها الجامعة العربية؟ هن على الجامعة رسمي ما عم بيروحوا، بدك اياهم يجوا على كافتيريا الجامعة. نامي. كنت جايبت لكم شغلي بس طلعتوا قد تستاهلوها. اهلا 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 بعز الحبايب، اهلا وسهلا فيكم بمكتبنا، تفضلوا نحن عاملين خصم، خص نص للعرسان. يا حبيبي وابراش كمان. ايه يعطيكي العافية ست نظيرة. قولك ميت ميت أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا، عملت لكم مفاجأة بتطيروا للعقل. تفضلوا تفضلوا. بدي قلك شو جيرانك صايرين يغاروا. الله يعين كل مين على عقله. تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. سميرة شو رأيك نسأل عن الشغلة اللي قال لسنا عليها؟ ولك لا تصدقي عم تضحك علينا مشان نسكر مكتبنا شبك. لك إذا هيك بيكون أحسن، منسوه مع المكتب ونتحكم بالشغل. بس خليها هي اللي تطلب. إيه؟ يا أهلين يا سهلين بنور العين، على فكرة مكتبنا عامل خصم للعرسان، خط نص. ما عندكم شي علمي؟ لساتكم ماشيين على الأبراج؟ ونحن من أمن لك مستقبلك. بس عفوا أنا مخطوبة وما عندي مشاكل. بلشنا بالغلط. مخطوبة ما عندك مشكلة؟ انت فكرة هذا المكتب بس لحل المشاكل؟ لا، نحن هي مرحلة تجاوزناها من زمان، نحن هلا عنا مبدأ نشتغل عليه. مبدأ شو؟ سياسة؟ انت شو صحفية ولا؟ هلا كل ما واحد اشتغل شغلة فيها شوي جد بتقلبوها سياسي. انت قلت شغلة مبدأ. مبدأ ايه مبدأ بس. طيب يا محمد رامي، انت قديش صار لك عم تتعامل معنا هون بالمكتب؟ من حوالي 3 أسابيع. برافو، سمعتني شي مرة حكيت بالسياسة؟ بالسياسة؟ لا ابدا. سمعتي؟ طب معقول صارت 3 أسابيع ولهلأ ما لقيت عروس؟ انا شروطي صعبة كتير، وهن ما بيخلونا نشوف بعض الا عن طريق المكتب وورق ونظام بتعرفي، وبضلوا واقفين فوق راسنا مثل الاب والام. لك الله خلينا اياهم وديمو فوق راسنا. ماشي يا محمد رامي، يعطيك العافية، روح انت ضل مجهز حالك لانه ما بتعرف بجوز تجيك جوازي على غفلة. روح اختي قدمي له طلب مثل ما عمل لك، ونحن بندرس الطلب، في عنا اختصاصيين خصوصي، منشوف اذا الاذواق تبعكم الطبقة منعجلكم بموضوع الزواج.
500 عنك و500 عنك. تفضلي عبي هالطلب. لك اخ اخ، بتعرفي شو؟ خايفه ما يمشي حالنا وتشبت فينا الخانو. شوفت عينك، ما قدرنا ناخد ولا زبون. طيب شو بتحبي نعمل؟ عم بيقول لي عقلي يعني نشوف اذا عندها شغل عن جد ونساومها. لك هي ما بتتساوم، ما في غير لكننا عم نمزح بالمكتب اللي عملناه. طيب يعني نحن حسب الحديث بنحكي. يلا امشي. بتجيبي هالابراج بتقري وبتبصري بالقهوه وبتشغلوا لي الكافتيريا هونيك انت وايمان. والاجرة والماني. والاجرة والماني. بعمري بحياتي قطعت عليكم اجرة شي شغله اشتغلتوها معي. لا بس لازم نتفق مشان ما نختلف. اقوموا اشتغلوا لكن انت وياها واتركوا لي هالقصه لالي، قدرها حسب نشاطكم مع الزباين. حيجي عطالين بالطالين وبلشوا من هلاق. قوموا اثنيناتكم اعملوا لي فنجان قهوه وتعي بصري لي. انا وافقت عليك لانك مطابق للمواصفات، بتيجي هلا بتعمل مشاكل وبتخربط كل شيء. حبيبتي شروطك كانت واضحه، 100,000 مقدم وقدهن على مرتين مأخر وكلهم غير مقبوض، وهي استمارتك جوا، فمن وين اهلك جابوا لي قصه البيت والعفش وتياب وغرفه نوم وما بعرف شو؟ في حدا بيتجوز بغرفه نوم؟ لا بغرفه نوم بس ما بسجلها باسمك. معروف عن كل الناس غرفه النوم. سميرة. نعم. إيزو وصلت. حاضر. هيك الناس. بسرعة. هيك الناس بتعمل مشاكلها. شو عرفك إنه في مشكلة؟ واضحة. هذا سر الإيزو تبع مكتبنا. الزواج ملابي. هلا تتركك 99 واحد بتمنوها. سامع؟ أصلاً أنت قاصد تفركش الموضوع لحتى تضرب سمعة المكتب. أنا؟ ولك كيف بدي اضرب سمعة المكتب وانا الي استمارة؟ شو درانا بنواياك؟ هذا الحكي ما بصير هيك يا انسي باتن ابدا. كمان هلا هو يتركك 99 وحده بتمنوه. هلا هو احسن مني؟ لا هو احسن منك ولا انت احسن منه. بس انا حرام، انتوا كلكم اولادي، قصدي يعني اولاد المكتب. حلوا مشاكلكم على الهدى. انا وافقت على شروطكم الموجوده بالاستماره ولا لا؟ اصلا السيد شفيق بيعرف هالحكي. انا وافقت على مواصفات الايزو 9003 وما بقبل المواصفات تنقص هالقد. يعني ايزوايه واحدة عن 9003 ما بقبل. يعني انا مو مطابقه للمواصفات؟ سيد شفيق شروط اهلها مو محطوطين بالمواصفات، وانا بطلب منك اتامن لي شرفيتي وفوقها عطلوا ضرر لانهم غشونا. ألو السيد عادل، السيد عادل مطلوب إلى غرفة الإدارة فورا مع الآنسة فاتن. تفضلوا. مالك علي يمين أقرب من رموش عيونك عليكي. ليكي انتي بس همسي وهو رح يسمعك. شوفي في شغلة هون ملفوفة ما بعرف شو هي، اسم الله يمكن هديها وفي نصيب رح يوصلك قريب. يمكن تكون هي طرحة العرس. دخيل اسمه انا لك، دخيل اسمه. طيب شو بكي؟ بيض الفال مشان كمل لك يعني. يا ستي ما انتي وما لا انتي، اذا بدي خلي عنوانك عندي وببقى انا بعدين بحكي لك. عنوانا عندنا ست سميرة وحطي المبلغ بالصندوق. حركي تشوف شو في شغلي. ايه
خلص يا مدام، مثل ما بدك. ايه ها هيك بدي اياكم مع بعض بتطيروا العقل، سمنه وعسل، وانا بصالحكم مع اهاليكم. ابقى بدي اياكم تفكروا بهالموضوع طول ما انا عايشه. فيكم تتبرعوا للصندوق مشان تكفروا عن ذنوبكم مع بعض. دايما بدي روح، بس برجع بقول لك انت السبب، كان ضروري تقلي لها لاقي لي عروس لسميح. لك يا ريت تتوفق بهالجوازه. ايه لكن في حدا غير المجانين بيوافق على هيك زواجه مو معروف راسها من اساسها؟ إيزو 9002 وفجأة بصير إيزو 9003، شو يعني؟ ما عم بفهم. أنا بورجيها. إيه ما بكون سميرة إذا ما خربت على راسها لهالسرنوة. أنا سرنوة يا شرشوقة، بكرة متحاسة. فوتوا درسوا يلا، بكرة عندكم شغل. أهلا وسهلا. أهلين. شكرا. تريدوا شي تاني؟ مرات الشقة يعني إذا بدها تكبر مشروعها تجيب ناس تخدم ونحن بنشرف إشراف. وأنا هذا آخر طلب بالرزق، إذا بدك تنزلي أنت تصطفي. لك من قدر مسرقها لكتر وقتك روحها مقبولة. أنا ببعت لعندك بمزاجي، مو أنت بتطلبي على كيفك. شوفي أنا ساعد ما بحل مشاكي. بالمكتب ما بيطلع صوتك علي وأنت عم تحكي معي. تجي لعندي بتوشوشيني وشوشي وأنا بتصرف. يا شفيق يا حبيبي، انا عقلي بيبقى مطوش وغرقان بالشغل، مو بقصدي، وانت بتعرف هالشيء. حاصله، ما بيهمني. شوفي، حبك تشتغلي على هالطريقه حبك، ما حبك طلعي تقعدي برا، انا بشتغل بالمكتب هون. ابدي اطلع لبرا، برا اصعب من هوني. انا بعرف، المهم انت تعرفي. معقولي ابى اعرف تقبرني؟ اصلا انا وياك تجوزنا من هديك الايام على الايزو اللي ما كان اسا حدا مكتشفه، بكل الضيعه ما حدا تجوز على غيرنا. تتذكر؟ أحرجتيني. لو ان رغبتك لغب انت وياها وكلها شغل. ولك القطيعه تقطعك ان شاء الله. لك يخرب بيتك من حالك، عاملتي لنا البنايه اهو وعم تتنططي علينا. ولك المخابرات اللي هي مخابرات ما وصلت للشيء اللي عم تعمليه. ولك يمكن تكراركم يطفي ناركم، الوحده فينا ما عاد تستنجد تنامي هي وجوزها بنفس الاوضه. لك عيب، عيب استحي سميرة ما وصلت لهالدرجه. لك انت ما بدي استحي ولا شيء. وينك؟ لك وينك؟ إذا ما بطل بقى فوق راسك وراس جوزك وبرفع دعوة عليك أنا وكل أهل البناية، ما بكون سميرة بنتم سميرة يا نصيرة. هدي حالك، هدي حالك، ما بتهد علي. خليها تهر زمة أحسن ما تطق طق. طيب أنا بوجدي كيف وقت. حطي التلفون من إيدك، تلفزيون جاي لوحده. أنا تعبت، تعبت كتير كتير، تعبت كتير. شو افتحي بقى، افتحي افتحي. وين سميرة؟ تعي لهم سميرة. انتي ورطيني وانتي ما بتخلصيني. حاولي لقلكم. ويكن يا نصابين يا سراقين يا حرامية، لا تعمل حالك مالك دريان وتجذبها. وين الزيزونة تبعك يا زيزونة فندي؟ حاولي مالا. شوفي ما شاء الله. لك شو ها؟ ان شاء الله الف مبروك بهالسرعه. الله لا يبارك بعمرك يا حق، يكسر ايديكم ورجليكم على الايزو، قال تضربوا انتم والايزو تبعكم. خذوا هاي البضاعه تبعكم، رجعوا لنا العمولات تبعنا. لا لك 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 على الحكي. لك لك بعد ما صارت المخلوقه حامل ما تقول ردوا بضاعتكم؟ شحر جبتي هالعيب. لك مو عيب عليكم تغشونا وتلعبوا علينا وتحتالوا علينا وتعطونا مواصفات غلط؟ ولك الايزو تبعكم كله غلط بغلط. لا طولوا بالكم بقى اخي، فهمني شو القصه. ترك لي سميره. هدي لي حالك انت وفوت اقعدي فوتي. ما بدها تقعد، بدنا نعرف ليش مو منزلين بند الاهل بدفتر الشروط. لك هالحكي لا مين حكى ليه؟ هلا قلت متجوزه إلها ولا متجوزه؟
يا اخي طول بالك انت الثاني، يعني لك مرتك حامل احكي بوصول. اعتبروا الولد ارباح وفوائد. ايوه شو حال الحكي؟ لك مو من طيبك تقرب لسميرة. وشبه سميرة بعد شبهها؟ لا تكون هي اللي عم تتنصت على العالم وما ندرياني. أعزائي المشاهدين، نحن معكم في بحث ميداني لظاهرة الست نظيرة في استطلاعات للرأي ومحاولة لفهم أسباب هذه الشعبية التي اكتسبها المكتب القومي للزواج، بالإضافة إلى الآراء وردود الفعل الأخرى التي يحمل أصحابها بشدة على هذا الموضوع ويطالبون الدولة بالتدخل السريع لإيقاف هذه الظاهرة بل لمعاقبتها أيضا. تعالوا معنا. مرحبا، ممكن نتعرف؟ نوال أبو كسرة، صحفية من مجلة نون. أهلين زميلة، وشايفتك هون. الحقيقة استهوتني الفكرة وعم تابع فيها البحث الميداني بعد ما انتسبت للنادي. آها، وشو كونتي آراء عن هالتجربة؟ بالتأكيد كل شيء لابد أن يكون في ناقص ببدايته، لكني عم لاحظ يوم عن يوم أنه التجربة عم تتعمق وعم تاخد بعد القومي. كيف ما كان لازم نحافظ على الفكرة ونشجع. شكرا زميلة، وهلأ معنا ناس كمان ممكن نلتقي فيهم. مرحبا، ممكن تعرفيني على اسمك؟ هديل. كيف لقيتي فكرة الزواج عن طريق المكتب؟ حلوة، وخاصة أنه كل الشروط عم تكون مكتوبة على ورق وما حدا بيقدر يهرب من الورق. طيب ما ممكن يكون في غش بالموضوع؟ لا لا، كل شيء واضح. طيب والرسوم اللي عم تدفعوها؟ الشيء المميز هون أنهم بياخدوا من كل واحد حسب إمكانياته المادية، وبعدين مثل ما لك شايفة كله دعم لقضايا عربية كلنا منحبها. شكرا. اصلا كله هذا ضحك عدون، شو بدهم يسموه يعني؟ خير خير، شو في؟ انتو تلفزيون؟ ايه تفضلي احكي اللي بدك اياه. مثل ما انك شايفه بعينك، عامله البنايه خوش بوش على حساب الخاص، ونحن ما عم نقدر نرتاح. وغير هيك، عم تاخد مصاري من الناس الدراويش والمساكين وعم تخبيهم بصناديق، قال شو؟ اذا عربي 9003. وغير هيك، حتى اجهزة نصت على بيتي وعلى بيوت كل الناس. مزبوط مزبوط يا عيب، الشوم عليها عم تتجسس على خصوصية الناس. مو ناقص إلا تجيب أجهزة مراقبة جوية وتعمل تدخل قوات سريع وتقتحم بيوت الناس. إذا أنتو تلفزيون أحكوا نحن كيف عايشين، إنقلوا آهاتنا وعذاباتنا للناس، ولك هي عم تضحك على البشر، عم تضحك عليهم، وفوق هالشي عم بتراقبهم لحتى تمشيهم على كيفك. انتو متأكدين من أجهزة التنصت؟ نحن متأكدين 100%. ومشان هيك رايحين على المحافظة وخلي الشرطة تجي وتشوفه بعينها. باي أعزائي المشاهدين، هذا الحكي كله مو صحيح، والست نظيرة مفضلة على الجيل كله. الجيل كله؟ طبعا، ونحن بنعلن تضامننا مع الست نظيرة ووقفنا جميعا صفا واحدا معها. كله اتهامات؟ نعم كلها اتهامات. الحقيقة بقدر قول انه كلها اتهامات ما لها اي اساس من الصحة، واكاد اجزم جزمة حاسمة انه السبب هو الغيري والحسد وقلة الفهم القومي والكيد. ليش؟ لان هنين حاولوا يعملوا مكتب بالابراج وفشلوا. حدا بيعمل وحدة عربية بالابراج؟ بلكي وقع البرج على القليل هم في ايزو. مزبوط، الست نظيرة ما عم تاخد شي لجيبتها، كله لدعم الصناديق القومية، وهي حريصة كتير على سمعتنا ومستقبلنا. أصلاً هي أم حنون. زوجة عم يكون ولي أمرنا بكتير شغلات، ما عم بيخلي حدا يحط على سمعتنا قد هيك. شاعدين يا خشاشين يا نصابين، جوزتوني وحدة حرامية وعم تدرسيني. لا يا سيدي، غير هذا وكله في ناس فايتة طلع على البناية ما بنعرف منين جاي، والله عيب. سيدي حاطة أجهزة تنصت كمان عنا بالبيت، يعني عم تشوف كل شيء وعم تسمع كل شيء، يعني كل شاردة وكل وردة، ما بقى إلا عدم المؤاخذة يعني إنه. وبعدين عندها مصاري كوميات، لازم تسألوها من أين لك هذا؟ زين زين زين، صار عندنا معلومات من الصحافة ومن التلفزيون والناس، وهاي شكوتكم كجيران إحنا راح نضيفها، تكرموا وبسرعة راح نتصرف. إحنا صحيح مع الحريات الشخصية كقانون، أما ما نقبل الإزعاج أبدا. الله يحميكم يا سيدي مثل ما عم تحموا هالبلد. آمين. ويعمر بيوتكم مثل ما عم تعمروا هالوطن. آمين. يأمنكم من شر الطريق برا وبحرا وجوا. آمين. يأمنكم من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. آمين. يبعد عنكم أعين الأشرار والفجار وحرمية الليل وحرمية النهار. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. شكرا سيدنا. آمين. شكرا سيدي.
الو الو، احترامي سيدي. اي نعم سيدي، محجوزين عندي. لا لا، ما حد زعجهم. لا سيدي، لحد هسه التلفزيون ما قرب. امركم سيدي، ما بيشوشره. عيشكم. يا مساعد تيسير، مساعد تيسير. احترامي سيدي. هات لي شفيق ونظيره. حاضر سيدي. ساعتها اقول لك، تروح انت تاخذ منهم تعهد انهم ما عاد يعيدونها، ما عاد اريد اشوف وجههم هون مره ثانيه. وزتهم برا. حاضر سيدي. وتشيل السير من البير، بدها تعلى بدها تطير وتشيل السير من البير. يوه يا لاله لاله يوه يا لالي، يوه يا لاله لاله يوه يا لالي. كسب القمح ونسي الشعير، لا له خمير ولا له فطير، كسب القمح ونسي الشعير. يوه يا لاله لاله يوه يا لالي، يوه يا لاله لاله يوه يا لالي، يوه يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله يا لاله.